في فيديو هذا صار عليه قلق وللحين اصلا يستخدمون الفيديو هذا، بس خلينا نشوفه. وليد، كثير في البرامج الرياضيه اسالوك عن هالموضوع، بس انا ودي اعرف اسم، انا ودي اعرف كواليس وليد. وليد كواليس، يعني احنا مو شايفين قزع ولا شيء. شوف، هذه اول شيء بقول لك الله يهدي وحيد، يعني هذه مباراه المحلي قبل مباراه عند وحيد، وهذه اخرتها عند وحيد، ما خذنا يلعب المباراه ذي. لكن شوف، يمكن انا اكون صريح معك، قبل المباراه جاء المراقب حق الحكم الرابع والمراقب. تعرف كان اول كم شدين على شويه على القزع، وجاء وشاف شعري وزي كذا، قال لي وليد، كابتن وليد، يعني معليش ترى شعرك شوي يعني قزع وزي كذا. قلت له ابشر، وش تبغى وزي كذا؟ قال لي ابغاك تظبطه وزي كذا، يعني باقي يمكن نص ساعه المباراه، نص ساعه خلاص على التسخين. يعني لازم اتصرف. الله يكرمك زي كذا لكم السامعين، جبت الصبغه حق البوت وقلت خليني يعني خلاص، لا لازم يعدل فيها وخلاص. حتى شوف، ممكن لو تلاحظ يوم عرقت طلعت زادت الصبغه، ساحت الصبغه ساحت، اي ساحت يمكن من ضغط، يعني من ضغط اللي فيني ذا. جيت عند الحكم قلت له شعري، يعني وقاعد اشله اقول له فعلا شعري خفيف، شعري خفيف، يعني ترى يعني حرام يعني. قال لي لا ما تلعب كذا، بس الله يهديه. انا والله ما ادري من كان الحكم، الحكم الرابع، واتكلم معه وزي كذا، لين تخيل لين قبل مباراه اخوي فيصل، يعني خلاص خاشين المباراه. وجاء الحكم الرابع قال لي ما تلعب، يا ابن الحلال قال لي ما تلعب. عاد كنت تعرف الفتره هذه كان مدربنا بردوم، وبردوم شوي يعني عصبي وزي كذا. قال ايش قال؟ قال لو قال حسين شيعان خلاص قوم سخن. بعدين يوم اي مدرب اي الحكم ما يلعبني زي كذا، جلس جاء التفت علي في الدكه قال لي شوف، لو انهزمنا ولا جانا يعني في المباراه هذه، اوكي بحملك انت المسؤوليه. حمل وحيد المسؤوليه. ايه، وانا قاعد اقول يعني انت تخيل، يعني انا علقت عند وحيد ب 50 ريال وعلى المقطع هذا، يعني تخيل خصم علي 10,000 ريال. الله، ما قصدك يا وحيد بعدين؟ ايه، عشان كذا وحيد خلاص الفتره هذيك زعلتها شوي، كل ما يدق علي ولا بتجينا زي قلت لا ما عاد بجاي. بس الحين هي يعني الحمد لله، بعد اللي صار لك هذا في المباراه ذي، اخذت تحذيرك؟ يعني الى الان ماشي معك الموضوع ولا خلاص اختلفت الامور؟ لا الحين، يعني اول كان شوي يعني امانه كان مدقين على الموضوع القزع وزي كذا، يمكن الحين مدقين شوي في النادي، يعني انك تطلع بمظهر كويس، انك تعرف يمكن هذه بعد توني يعني صغير في الصوره ذي، زي ما يقولون في وقت مراهقه يعني في النادي يمكن. لكن الحين لا، بالعكس. ها وليد، يمكن في النادي يعني لانهم هم شايفينكم قدوه للناشئين يعني والشباب وكذا، صح؟ يا سلام عليك. انا قلت لك يمكن الحين في النادي يعني شوي يعني قزع احلاقتك بعض المرات، يعني يكلمون على الحلاقه، يكلمون على الموضوع، اي يعني شكلك بعد انت خاص، حتى انت بعد كلاعب بغض النظر انك انت تصير قدوه للناشئين ولا الشباب ولا الاولمبي، لا انت قدوه بعد حتى لعيالك، يعني لما يشوفونك عيالك بعد انت شكلك، لما تكون قدام عيالك بشكل الاب، الشكل اللي يقدون فيه. بالعكس انا هذه لو تعيدها يمكن هذا الشيء 10 مرات، يعني ما راح يكون مظهري كذا، يعني خلاص لو جاني حتى الحكم ما تقدر تلعب، ما اقدر العب، يعني بس انهم يجيبون مقص وكذا ويقصون قدام العالم، مستحيل.